تقول: فتاة ملتزمة بدينها وتريد أن تكمل المشوار التعليمي، وقد خطبها أكثر من شخص، فترفض بحجة أنها تريد أن تتفرغ للعبادة والعلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك؟ وجهونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، الذي ننصح به لهذه الفتاة وغيرها من بنات المسلمين المبادرة إلى الزواج، إذا أتى خاطب كفء فإنها تبادر إلى الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، ولأن الفرصة تفوت، ولا تقدم على الزواج لا دراسة ولا غيرها، لأن الزواج إذا فات لا يعوض. أما الدراسة فإن المرأة بإمكانها أن تدرس وهي متزوجة، أو أنه يكفي من الدراسة أقل قدر تعرف به دينها وعبادتها، وهذا يحصل ولله الحمد بأقل قدر من التعلم، لا يفوت عليها الزواج. الحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الزواج وبين مواصلة التعليم فإنها تفعل ذلك، أما إذا تعارض الزواج مع التعليم فإنها تقدم الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي تفوت بترك الزواج في أول فرصة، أو عندما تسنح فرصة مناسبة وزوج كفء. نعم.